فادي بيطار ساكن بالشعار. صورت من مدة 15 يوم 20 يوم على فرن خبز في مناطق الحر. طالعوني على وسائل إعلان روسية إنه أنا مسلم حالي عند النظام، إنه الأهالي طلعت من حلب وسلمت حالها للنظام، وهذا الشيء كله كذب بكذب. أنا ما زال موجود بين الحر وموجود بالشعار ومناطق الشعار، وبضل وما بطلع حتى ما بضل أي إنسان هون، وهذا الشيء ما بنتراجع عنه. وقت اللي عم بيقول على حضن الوطن، خلي يترك هو هالوطن في حاله، ونحن موجودين وهذا الوطن إلنا، ما هو إله وما هو لروسيا ولا هو لإيران. أنا ما طلعت على مناطق النظام نهائي، من بداية الثورة أنا موجود هون، ولا طلعت على أي مكان، لا على تركيا ولا على النظام ولا على أي منطقة، وموجود بالشعار من بدايات الثورة. بيقولوا انفتحت معابر، وبيقولوا انه طلعت عالم، لا راح اجى ولا ما في اي انسان طلع من هون ولا في اي معبر انفتح. واكبر دليل هو انا، وصوروني على الفرن وقالوا انه هدول وانه المدنيه طلعوا وعبروا انه عند النظام، وانا موجود هلا بالشعار، واي انسان واي شخص بيحب يشوفني انا موجود بالشعار. بوجه لروسيا وقنوات الإعلان الروسية إنه لا يجذبوا ولا إنه يفرمتوا ولا إنه يساووا أي صور. هذول الصور يعني كانت الشباب الإعلانيين هون عم بيصوروا إنه مناطق الفرن إنه موجود خبز وموجود أي كل شيء، يعني موجود وما ناقصنا شيء. فانسحبينا من هالشباب من قناياتهم من وين ما بعرف، بس ليش عم بيعملوا هيك عمل وإشلون عليهم في سوريا؟ هنن بروسيا، خلي يروحوا يصوروا عندهم في روسيا إيش عم بصير من جرائم ومن قصص نحن ما بنعرفه، فلا يتدخلوا في سوريا وما لهم علاقة في سوريا.